السنوسي مصطفى وهرمات سعيد وفيد محمد. اخويا عندنا شي اشكاليه لان الناس الميازن ديالها مشات لها الصباح تزوجها، لان حنايا نهار الجمعه عندنا يوم عطله ديالنا ما تنخدموش فيه، حيت جينا يوم السبت تفاجئنا بزاف ديال الخروقات، منهم سي جاده مشى له الميزان ديالو، سي نويشي مشى له الميزان ديالو، سي محمد مليون مشى له الخاوي تحلوا المستودع ديالو، ما تفرعش ولكن حلوا يعني المفاتيح ديالهم خاصه بهم الدول السي الخاوي ديالو. هذا بالرغم على بزاف ديال لي بروجيكتور ديال الضو مشاو وحد بلع الخروقات، في حين حنا تنحطوا واحد التساؤل، شكون هو المسؤول ولا شكون هو الحارس اللي كاين الخاص في هذا السوق اللي غنتوجهوا ليه؟ لا مكانش كنعرفوا لا شكون معاهم نهضروا ولا شكون الحارس ولا شكون اللي هادي اللي غيمكننا نتوجهوا له مباشره تما ونقولوا فلان دا السوق عنده ماليه. حنا كنطلبوا منكم توضيحات باش نعرفوا على الاقل من المغرب نحمل هذه المسؤوليه. هذا كان سوق بلدي فراه الناس البلديه كيتحملوا مسؤوليتهم، خصهم يشرفوا على هذا المرفق ديالو. حنا الله اللي جعلنا تنديروا مجهودات وعندنا بزاف ديال الخسائر وبزاف ديال المصاريف باش كنوفروا الاسماك الطريه لهذا المرفق الجماعي. ومع الاسف احنا ولينا كنتعرضوا للسرقه والنهب، وحنا كنطلبوا من الجهات المختصه باش يصفونا مع هاد الناس ويديروا لنا شي حل ولا شي استراتيجيه اللي غادي يمشيوا بهذا المفرق للامام. شكرا الله يجزيكم بخير. المشكل اللي كنعيشوا في سوق السمك بالجمله هو مشكل اداري محض، حنا ما عندناش مدير بصفه نهائيه. هذا السي المدير يغيب واحد الوقت، غاب عام حاليا كيغيب 3 شهور، ومخلي لنا واحد السيد تما تيقول بانه خدام معاه، وهو داعي الجمعيه على اساس انه كيخدم معانا كيستفزنا. عيطنا للسي المدير التحق بينا سيدي تلقى لنا حل، غير بينا هذا السيد شنو هو الدور ديالو هنا. قال لك اودي انا راه قالوا لي ما نجيش، دابا هو راه مره تيقول لنا مريض، مره كيقول لنا بانه راه في كونجي، ولكن الاشكال الكبير هو تيبقى لنا شي ايادي خفيه هي اللي كتحرك في البلديه، ماشي لضحط المشاكل بل اثاره المشاكل، حيث ان شي قرارات كيجيونا شي اختصاصات ماشي من اختصاصات بعض الاشخاص، بمعنى ان كاين قرار في السوق السوق تيتبع المداخل مصلحه المداخل، كنلقاو الشرطه الاداريه اللي كتطبق، هي اللي كتنظم، هي اللي كتدخل في المداخل. وكان واحد المسؤول تما جابوه شابه دار لنا مشاكل كثيره، حاليا راه مبدلوه، ولكن الاشكال اللي دابا حنا تنعانيو منه هو واحد الحارس في الباب، راه حيت انه ولا كيهددنا بالقاتل، كيهدد المنضطر بالقاتل، يعني الاداره في غياب تام، يعني لا وجود لبلديه او تسير في هذه المدينه السعيده. وحنا كنطلبوا من المسؤولين اللي عندهم غيره على هذه المدينه يتدخلوا في اسرع وقت ممكن، ولا راه غنوصلوا شي حويجات لا يحمدوا عقباها. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنطلبوا من السيد الوالي المفضل من اللي ينتبه لهذه الحاله ديالنا حنا في سوق السمك بالجمله في مدينه فاس، ومدينة زعما مستقبل زعما سابقا عندها قيمه بالنسبه لثقافتها وبالنسبه للناس ديالها. وهاد الخروقات اللي هضروا الاخوان قبل مني نتيت انا عاني فيها بزاف، تنتخبطوا لدرجه ولينا تنجيو حنا ما عندنا مصدر رزق ديالنا في هذا السوق، تنجيو حنا ما تنتاجروا ما مرتاحينش، عندنا تهديدات، عندنا اشياء كثيره بالسرقه، عندنا بزاف ديال الاشياء اللي تنعيشوا فيها الملل. وتنطلبوا من السيد الوالي الجهه ان شاء الله يدخل تدخل ويشوف لنا مع الناس المسؤولين سواء البلديه ولا السلطات المعنيه بالامر ويرفعوا لنا الضرر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماريا احمد بن الفتوح نائبه عن ابيها وكيل البلدي بسوق السمك بفاس. حتى ما تعلي الظروف ان اعيش في هذا الوضع الكارثي الذي لم ارى قط مثله، وأنا في 60 سنة وأهان بجميع الكلمات اللي لا ما فيش واحد يقدر يتحملها. وأنا امرأة الوحيدة في السوق وتنقوم بالمهام ديالي بالواجب ديالي على أحسن ما يرام، على رفع، وهذا كله لرفع مداخيل لهذا السوق وعلى أن يبقى هذا السوق، لأن فاتح 800 عائلة تتعيش من هذا السوق، 800 حتى 1000 عائلة تتعيش من هذا السوق، وما باغيينش نوقفوه، وباغيين نزيدوا به القدام، وباغيين نرفعوا المداخيل للجماعة، وباغيين يعني نخدموا الصالح العام. لكن تنتفاجئوا بناس ما عندها من وراء هذا السوق إلا ربح شخصي.
وتيدخلوا باش يرفعوا الربح الشخصي ديالهم، وما تهمهم حتى حاجه، ما تهمهم لا دوله ولا تهمهم هذا، وتعتبروا راسهم فوق القانون. ملي قفت وقلت لا للوضع صرت متهدى في حياتي. انا امراه في هذا السن، تيجي واحد ما عرفش شمن صفه واقف تماك وشنو عنده تماك وشكون اللي تيساندو تماك، لان تيقوم بجميع يعني المخالفات، ولا حتى يقول الله من هذا منكر. خرج هذا السيد علينا عنده 14 ولا 17 ولد، تيهددني بهم، تيقول لك هو غادي يكسل عليا واحد من ولاده اللي يعني تعتبروا قاصرين باش ياخذ هي شهرين ديال الحبس. وتيهددني في حياتي، تيهددني في طوموبيلتي، والشكايات تنمشي نشكي، تنمشي لهذا. والان انا واقفه في باب ولايه الامن ديال بنسوده، ولا حياه لمن تنادي، لان هذا السيد يعني كانه شبح، ما تعرف حتى واحد لاي جهه ينتمي ولا لاي جهه تيدخل ولا لاي جهه، يعني شكون اللي موقفو تماك ما نعرفت. هذه يعني حاله شاده، الناس كلها عندها هذا خدام عند هذا، هذا خدام على خور، هذا السيد ما عارفينش معاه. مرات يدعينا عند مفتي الشغل تيقول لك خدام معنا، مرات يقول لك لا هو تابع البلديه والبلديه اللي دايره، المرات يقول لك هو عنده التجاره في باب السوق. تنتفاجئوا ان هذا السيد تيستافد من السوق بجميع اشكال الاستفاده، واخذ بيت النظافه اللي عندنا في السوق واحتلوا، واخذ بيت فوق منه واحتلوا، قال هو ولادو ما عندوش فين ينعسوا، والبيدروم ديال لاكاف ديال السوق دايروا لي تربيه المواشي والحيوانات ديالو. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر، اللهم اني قد بلغت.